السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا متابعين قناة تربح من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة برجع الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة بإذن الله هنبتدي بعض الأوردروبات، مش كتير، حاجة بسيطة. أول أوردروب معانا اللي هو عملة نيفت سويب، ده عملة مهمة أو أوردروب مهم. تمام، الأوردروب عبارة عن بوت تليجرام، بيبتدي معانا بالشكل ده. أول حاجة ستارت، بعد كده المهام بتاعتها كالتالي: هننضم لاتنين جروب تليجرام، واحدة فولو على تويتر مع اول بوست لايك وريزولت. الدروب هيدينا كام؟ 40 قطعة. القطعة هم سعرها بـ$0.5، يعني حوالي $20، ده يعتبر مرحلة تانية منه. هنعمل زي ما قلنا، نضمه لتين جروب تليجرام، هنا بنحط له لينك البروفايل بتاع تويتر بتاعنا، وبعد كده رقم محفظة بان سمارشال. الدروب بسيط مفهوش مهام كتير. نيجي للدروب اللي بعده، ده مرتبط ان انت هتسجل اول حاجة في منصة هوبا. يبقى أول جزئية معاك هتسجل في المنصة، بعد كده البوت نفسه أو الجروب عبارة عن بوت تليجرام، العملة اسمها نويت موني. الجروب بإذن الله برضه مضمون، هو تابع لشبكة هيكو، يعني العملة هتوصلك على شبكة هيكو. أنت هتستعمل ماي إيثر ولت عادي أو ميتا ماسك أو تراست ولت، بس العملة هتجيلك على الشبكة بتاعت هيكو على نفس المعنون المحفظة بتاع الإثيريوم، فما تقلقش يعني. تمام، نيجي للدروب. يبتدي معانا بالشكل ده، عبارة عن كابتشا، صورة وبيديك الصورة، تختار الصورة الشبيهة ليها. بعد كده المهام كالتالي: هننضم لاتنين جروب تليجرام، فولو على تويتر أو بوست لايك وريتويت مع كومنت. هننضم لاتنين جروب تليجرام بتاع السبونسر. بعد كده تأكيد البنات والأسهم ديتيلز، بيطلب منك إيميلك، وخد بالك من جزئين: مجرد ما بتحط الإيميل هو بيبعت لك على الإيميل بتاعك كود، وده يعتبر من الدروبات النادرة أوي إن هو بيبعت لك كود على الإيميل زي كود تفعيل. ففي نفس الوقت ده دلالة الدروب اللي بيستعمل كده بيبقى دروب قوي عامة وصادق بنسبة 100% بإذن الله. فهتاخد الكود اللي هيجيلك على الإيميل وتحطه هنا هو. بعد كده بيطلب منك اليوزر، واللي لاحظته هنا، خد بالكوا بقى في حاجة لاحظتها، إن بعض السكامر أو الناس اللي هم بيشتغلوا على الدروبات، يعني حتى بيكسل إن هو إيه، يعني يعمل لنفسه تويتر أو حاجة زي كده، لأ ده بياخد اليوزرات بتاعت الناس وبيسجل بقى في المهام هو. فلقيت حد مسجل اليوزر بتاعي فسجلت اليوزر تاني. تمام، المهم بعد كده بيطلب منك الايميل بتاعك اللي انت مسجل بيه في منصة هوبا، تحط له الايميل بتاع هوبا. بعد كده بيأكد عليك ان عملت الجروب تيجرام يس، بعد كده يس، بعد كده المحفظة المستخدمة زي ما قلت، ماي تراست والت، تراست والت، ميتا ماسك، اهم حاجة ان هي كده كده هتبقى شبكة هيكو. اوكي، بعد كده بتتابع رابط الحالة بتاعك. الحالات ليها حد هنا، اقصى حاجة 7 حالات، يعني انت مش هتقدر تجيب اكتر من 7 حالات، يعني بيقول لك ماكسيمم 7 يونت، وقال تقريبا بيديك على كل حاله قطعه، فا اقصى حاجه، لا يا ربي الحاله مش بقطعه، الحاله بربع قطعه تقريبا. تمام، بس اقصى حاجه انت تقدر تجيبها في الحالات ان انت تجمع 7 قطع من العمله. فالدروب انا شايفه كويس، والتوزيع باذن الله بيقول لك هنا هيبقى 24 ابريل. فالدروب ده مهم، اكد على الناس قوي، ده الدروب مهم مهم باذن الله. خش على اللي بعده، ده كنا شرحناه قبل كده اللي هو كريبتوز. انا لسه ما استفدناش من الرصيد بتاعه العمله القديمه، بس هم التحديث اللي هم عاملينه، هم فتحوا كلايم كل يوم، انت ممكن تخش تعمل كلايم وبيسحب منك الضريبه 3 سنت تقريبا، او اقل من 3 سنت كمان، وبيديك رصيد من ايه، من العمله بتاعته. اللي حابب يشتغل عليه تمام، اللي مش عاوز مفيش مشكله، بس يعني ايه، العمله احتمال، في احتمال كبير ان هي باذن الله تبقى ايه، لها شأن فيما بعد، وانت تدفع ضريبه حاجه بسيطه. نخش على اللي بعده، نير دروب، ده برضو دروب بأكد عليه، دروب مضمون بإذن الله 100%. العملة اسمها دي سي بي، احنا من تسجيلنا بناخد $15 من العملة، وعلى كل حالة بيديك $3. تحل الكابتشا، بعد كده تقول له كونتينيو. المهام كالتالي: هننضم لاتنين جروب تيجرام، فولو على تويتر وأول بوست لايك وريتويت مع كومنت، فولو على ميدم، صفحة الميدم بتاعتنا. بعد كده تأكيد البيانات بتاعتنا ضمن بالنسبة للتليجرام. بعد كده هنا حط له لينك بروفايل التويتر، بعد كده لينك بروفايل ميدم، بعد كده رقم محفظة باين سمارت شاين. تمام، أي محفظة بقى، تراست والت شغال، سيف بول شغال، أي حاجة فيها إيه باين سمارت شاين. تمام، نيجي للدروب ده، هو اللي ظاهر لنا بيقول إن هو تابع لعملة وان إنش، بس ده النيو بتاعهم، الله أعلم. ده أنا مش الدروب ده أنا مش متأكد منه 100%. تمام، بس هو مش طالب مني مهام، فأنا مش هتعب في حاجة، كل المطلوب مني أحط رقم محفظتي واشتغل عليه حالات، كل بس بحط رقم محفظه، وبعد كده باجي همسح كلمه استراكت، المفروض ان هو ايه، ده زي ويزدرول العمله، وهتوصلني فيما بعد لما العمله تنزل السوق. هي العمله بيقول لك في مرحله الاي او، يعني لسه بدري قوي على ما تشتغل معانا اللي هي في مرحله البيع وهكذا. اقصى حاجه ليك الاحالات فيها 30 احاله، مش هينفع تكتر عنها.
نيجي للدروب اللي بعده جولد ماني، الدروب مهم. الدروب هيدينا 30 قطعة، هو مسعرهم ب90 دولار، فنأمل ذلك يا رب. المهام كالتالية، هننضم لجروب تليجرام أول تاني، تمام. فولو على تويتر، وأول بوست لايك وريتويت مع كومنت، سبسكرايب على اليوتيوب، تمام. والمحفظة باينانس سمارت شاين، بالتأكيد البيانات بتاعتنا، يوزر التويتر، بعد كده لينك البروفايل بتاع اليوتيوب، بعد كده رقم محفظة باينانس سمارت شاين، تمام. هو بيقول لك نوت، يعني بأكد عليك هنا إن أنت المحفظة اللي لازم تستعملها محفظة تراست والت، تمام، دي ملحوظة. هو بيأكد عليك إن أنت المحفظة اللي لازم تستعملها محفظة تراست والت. فأنا إيه بأكد على الناس في النقطة دي، هو طلبها خلاص، خلينا في المحفظة اللي أكد عليها هو، احتمال تكون مثلا عامل تشيك على المحافظ، فخلينا في المحفظة المطلوبة. نيجي للدروب اللي بعده، وده إجباري أنت تستعمل فيه المحفظة بتاعت باينانس شاين والت، تمام. باينانس شاين والت لها محفظة خاصة بيها في الأساس، تمام، عبارة عن إضافة بتثبتها على جوجل كروم، تمام، بتسجل فيها عادي، بتديك اللي هي كي ستور وبرايفت كي عادي، يعني هي محفظة بتنزلها. أنا هسيب لك أول حاجة الصفحة بتاعتها اللي بتنزلها من على جوجل كروم ستور، تمام، هتنزل الإضافة دي وتسجيل فيها سهل، مش أي مشكلة، تمام. بعد كده خد بالك برضه هي شبيهة قول مع الميتا ماسك، يعني من جواها في شبكة، فيها شبكتين أو فيها 3 شبكات، فيها شبكة الإثيريوم، فيها الباينانس سمارت شاين اللي هي بدأ بالزيرو إكس، فيها الباينانس شاين اللي هي البي إم بي، تمام، دي البي إم بي العادية، دي الباينانس سمارت شاين، وده اللي إحنا محتاجينها. إحنا محتاجين تاني واحدة، يعني لما تيجي بعد ما تسجل الشبكة اللي أنت محتاجها، تاني شبكة اللي هي إيه البدأ بتاعك بالزيرو إكس، أوكي، تمام. خلاص سجلنا في المحفظة ونزلناها، هنيجي نشعل الدروب. الدروب بسيط جدا، كل القصة بتحط إيميلك، الإيميل لمرة واحدة. انت ممكن الناس اللي غاويه مثلا ان هي تسجل بكذا ايميل وهتعمل شغل من ورا الموقع ده، هتسجل بقى بكل مره ايميل مختلف، خد بالك هتسجل بايميل مختلف وايدي مختلف، تمام. فانت كل قصه هتحط له المحفظه بتاعت باينانس سمارت شاين، ولازم تكون باينانس سمارت شاين، تمام، ما ينفعش تحط له ميتا ماسك وتراست والت عشان ده طلب خاص بالدروب، اوكي. بعد كده هنحط له الايميل بتاعنا ونسجله، هجي لك رساله تفعيل على الايميل، وهجي لك رابط الحاله بتاعك وبتراودنا، ما فيهوش مهام، مش مطلوب مهام لغايه دلوقتي، يعني لو ظهر حاجه هعرفها برضه للناس. نيجي لده تذكير، بذكر الناس الجروب ده مهم، كل القصه تحط ايميلك، هنحط الايميل مع بعض وهنسجل، بس هنحط الايميل بيظهر معاك بعد كده رابط الحلقه بتاعك وبتروجه. الدروب ده هيوزع ان عقود ان اف تي، واحتمال برضه رصيد من العمله الخاصه بالموقع نفسه او الشبكه نفسها. نيجي نتكلم مع بعض حاجه بسيطه كده، احنا لاحظنا ان في هبوط حاد في العملات، تمام، ده بسبب ان البيتكوين هبط، كيف، فهتلاقي معظم العملات اللي ماشيه في سكه البيتكوين هتلاقيها هبطت، الا بقى لو في عملات تانية ايه، في عملات بتمشي عكس البيتكوين. فالفترة دي انصح الناس ايه، ان هي تمهل شوية الشراء، ادرس كويس قراراتك قبل ما تشتري اي عملة، حابب تنتظر انتظر، حابب درست انت عملة وعارف ان هي ممكن تعلى هتمشي عكس السوق مفيش مشكلة، الله اعلم اليوم ده ممكن يحصل فيهم، ممكن الهبوط تستمر، ممكن يكون في تصحيح وترجع لعملة تانية تصعد البيتكوين وجميع العملات، ففي كلتا الحالتين خير، يعني العملة هبطت خالص ما تقلقش، السوق ما بيوقفش، السوق بيرجع دورته وبيرجع تاني بيعلى، تمام، ده طبيعي كده كده لازم يحصل دمب وترجع بعد كده يحصل بمب بعد كده، فالناس ما تقلقش، هو ده نظام العملات. انت بايه، بل بالعكس، نفترض انت اشتريت مثلا، هديك مثال، اشتريت عملة اكس ار بي وهي عالية مثلا، تمام، وكنت متوقع ان هي تعلى، هبطت معاك، شوف اقل نقطة هتوصل لها بعد الهبوط واعمل لها دعم. يعني ايه دعم؟ يعني انت مثلا كنت مشتري 100 قطعة وهي بدولار مثلا، تمام، ولقيتها مثلا وصلت لخمسة سنت، يبقى تشتري ايه 1000 قطعة بخمسة سنت وتنتظر لغاية لما يحصل البامب بتاعك، اوكي، هتكسب بإذن الله، هيبقى مكاسب مضاعفة. كل القصة عاوز الصبر، العملات سوق العملات لما ايه متقلب، فلما يحصل حاجة زي كده ما تقلقش خالص وريح أعصابك. والموضوع ده التداول في العملات محتاج واحد ما يكونش متسرع وما يكونش خواف، تمام، ما تخافش. حصل الضم هيعدي عليك أسبوع أسبوعين شهر شهرين، زي ما عدى الوقت هتعوض الخسارة بتاعتك وبزيادة، متخافش وما تبيعش بخسارة ما دام العملة سعرها نزل انت اشتريت بيه، ما تخسرش، انا بقول لك بتخسر، سيب العملة انساها. ودايما بقول للناس ما تتداولش مما انت محتاجه، يعني انا مثلا انا ما اخدش مثلا، انا راجل بشتغل مثلا ب 1000 جنيه اروح اخد مثلا 500 جنيه بتاع ايه من مصروف البيت وراح اصرفهم، لا، اتداول بما يزيد عن حاجتي، يعني تمام، انا مثلا ايه بحوش مثلا 100 جنيه دي طلعت زياده عن مصروف بيتي،
تمام، اطلع منها 50 جنيه ممكن اتداول بيها ده لو انت عاوز تدفع. انما انا عامه انا الحمد لله انا من زمان من ساعه ما اشتغلت في الدروبات من زي ما بيقولوا مدان وفتل، تمام، يعني عمري ما دفعت مليم من جيبي انا الخاص للعمله اللي انا اشتريها، خدني الدروب اكسب منه او مخاطر الفلوس اللي انا حاططها احطها مثلا في تداول، اشتري عمله اعرف ان هي هتعلى اسيبها في عمله مثلا سبتها سنه زي عمله بنك ايه عمله بكري، بكري سبتها سنه اشتريتها بكام؟ اشتريتها ب 5 دولار، الحمد لله كسبت فيها 1000 دولار، تمام. ما تقلقوش الموضوع ايه ده الروتين الطبيعي بتاع العملات، هتنزل وهتعلى تاني. اتمنى يا رب ما كنتش طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.